الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش المنهج الجديد الصف السادس الابتدائي، بجد بجد والله العظيم وحشتوني قوي قوي قوي، وانا بحبكم قوي قوي قوي. احنا النهاردة معنا درس جميل جدا، درس روعة، اللي هو ايه؟ لمحات من حياة مين؟ الخلفاء الراشدين. يعني احنا نتكلم على مين؟ على خلفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ايه؟ بعد ما مات. بس على طول كل يركز بقى معايا، كوبايه الشاي، كوبايه القهوه، كوبايه النسكافيه، اي حاجه من الكوبايات دي تحاولوا بقدر الامكان ان انتوا ايه تجيبوها عشان تركزوا معايا كويس جدا جدا. يلا بينا نبدا درسنا. احنا بنتكلم على مين؟ على الدرس الرابع اللي هو لمحات من حياه الخلفاء الراشدين. يلا لايك، يلا الشير، يلا التعليق بسرعه، يلا ايوه كل ركز بقى معايا، ويسيبوا من ايه؟ من ام الهرتله اللي انتوا بتهرتلوها دي. طبعا الكلمه دي ما ينفعش ان هي تتقال، بس انتوا حبايب وهتعدوها. يلا بينا. طيب احنا بنتكلم خلفاء راشدين، يبقى لازم نتكلم على كلمه الخلافه، لازم نتكلم على كلمه ايه؟ الخلافه. يعني ايه معنى كلمه الخلافه؟ الخلافه هي نظام المسلمين جابوه. طب المسلمين جابوه امتى؟ بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. طب جابوه ليه؟ عشان يختاروا من يتولى الحكم. يبقى ده نظام اسلامي ظهر، ظهر امتى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ظهر ليه؟ لاختيار من يتولى الحكم، يشوفوا مين اللي هيحكمهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الخلفاء الراشدون منهم بقى الخلفاء الراشدين احنا بنتكلم عليهم. اول خليفه كان ابو بكر الصديق، الثاني كان عمر بن الخطاب، الثالث كان عثمان بن عفان، الرابع كان علي بن ابي طالب. يبقى هم دولت الخلفاء الراشدين بالترتيب: ابو بكر، عمر، عثمان، علي. شطار قوي قوي يا ابني اللي واقف في البلكونه، تعال لي هنا وارجع تاني. احنا بنتكلم على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. يلا صلوا عليه في التعليقات، ما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. هنتكلم على اول مين؟ اول واحد اللي هو الخليفه ابو بكر الصديق. بما تفسر على طول كده يا مستر، بما تفسر، معلش ما انت لازم ايه تفهم هو السؤال بيجي ازاي في الامتحان. بما تفسر اختيار ابو بكر الصديق خليفه للمسلمين بعد وفاه النبي؟ يعني ايه ملخص الكلام؟ اشمعنى اختاروا ابو بكر الصديق ان هو يكون اول خليفه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما اختاروش اي حد تاني غير ابو بكر؟ هنقوله عشان ثلاث حاجات. عشان ايه ثلاث حاجات؟ ايه بقى الثلاث حاجات؟ اول من اسلم من الرجال، يبقى اختار ابو بكر الصديق لان هو اول واحد اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه كلهم. طيب اثنين، شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزوات، كان كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك ويروح لمكان كان ابو بكر ايه معاه. طيب ثالث حاجه، اني لما النبي صلى الله عليه وسلم تعب وحب ان هو يخلي في امام للمصلين والنبي مش قادر ان هو يصلي، خلى مين؟ خلى ابو بكر الصديق. يبقى ليه اختاروا ابو بكر الصديق دونا عن كل الناس؟ لان هو اول واحد اسلم منهم، تمام، وكان دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لما مرض اختار ان هو يكون امام للمسلمين. يبقى النبي هو اللي اختاره ولا مش النبي؟ النبي طبعا. شطار قوي قوي. طيب تولى خلافة المسلمين من 11 هجريا ل 13 هجريا، يعني حوالي ايه؟ سنتين. حوالي ايه سنتين؟ انت يا ابني، يا ابني اللي بتسمع ماتش الزمالك، يا ابني اللي بتسمع ماتش الاهلي، تعالوا لي هنا، قربوا قربوا قربوا، تعالوا تعالوا، انا بكلمكم انتم. انت هتسيبوا حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة ابو بكر الصديق وتروحوا تتفرجوا له على الماتش؟ يلا 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 بسرعة، لايك شير، يلا شير بسرعة، وتعالى بقى معايا عشان نكملوا حياة الخليفة ابو بكر الصديق. اهم اعمال ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق عمل ايه بقى للمسلمين؟ عد بقى معايا. ارسل جيش اسامة بن زيد، يبقى اول حاجة ان هو خلى جيش اسامة بن زيد يروح يحارب. اتنين، محاربة المرتدين، هنعرف يعني ايه. تلاتة، جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم. أربعة، الفتوحات الإسلامية. يبقى عمل أربع حاجات. عمل ايه؟ أربع حاجات. طب أنا مش فاهم أي حاجة يا مستر، أقول لك حاضر من عيني الاتنين ومناخير الجوز. لا، هو مناخير اللوز وعيني الجوز، هي بتتقال كده، وانتوا قولوا لي بقى في التعليقات هو ده المثل ده صح ولا لا. طيب يبقى أول حاجة إرسال جيش أسامة ابن زيد. طيب ليه بقى؟ لما يقول لي بقى أرسل أبو بكر جيش أسامة بن زيد إلى الروم، يبقى أول معلومة إن إحنا عرفنا الجيش ده راح لمين؟ للروم.
طيب لما يقول لي بقى بما تفسر ليه أبو بكر الصديق أرسل جيش أسامة إلى الروم؟ هنقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جهزه قبل وفاته. يبقى إيه السبب اللي خلى عمنا الحاج أبو بكر الصديق يجيب جيش أسامة ويبعته لدولة الروم؟ هنقوله لأن النبي هو الذي جهزه قبل وفاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهز الجيش دوت، ولكن توفى فما إيه ما اتحركش. تمام؟ خلاص. لما يقول لي بقى بما تفسر ارسال ابو بكر الصديق جيش اسامه بن زيد الى الروم ليه بقى؟ هنقوله طبعا عشان اغراض تانية. خلي بالك، احنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جهزه عشان كده ارسله. طب هو ليه بقى تم ارساله الى الروم؟ اشمعنى الروم؟ قال لك بقى اول حاجه بهدف محاربه الروم، عشان يحارب الروم لان هي دوله كافره. اتنين، تامين حدود الدوله الاسلاميه، عايز يامن حدود الدوله الاسلاميه من ناحيه الروم. فهو لو ساب الروم، الروم عايزين يحاربونا من هناك، فهو حب ان هو ايه يامن الحدود الاسلاميه. مركزين معايا؟ انت على اللي واقف بتسمع المسلسل يا ابني يا حبيبي، صل على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليه بقى في التعليقات، اوعى تبخل ان انت تصل على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. يلا بينا. محاربة المرتدين. طيب يعني ايه يا مستر مرتدين؟ ما انت قاعد تتكلم عن المرتدين، يعني ايه مرتدين؟ قال لك بكل بساطه كده ان المرتدين دولت مجموعه من القبائل. مجموعه من ايه؟ من القبائل. يعني قبائل؟ يعني زي ايه؟ العزب والمناطق العشوائيه كده، مجموعه من القبائل. عملوا ايه؟ ارتدوا عن الاسلام. يعني ايه ارتدوا عن الاسلام؟ يعني كانوا مسلمين ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان احنا مش مسلمين، ورفضوا دفع الزكاه. يعني الزكاه؟ قال لك الزكاه ده المفروض كل واحد مسلم بيبقى عنده تجاره او عنده مثلا ارض او عنده عربيه، المفروض كل سنه بيطلع مبلغ من الفلوس اللي بتجيله او ثمن العربيه، بيطلع مبلغ قليل كده وبيدفعه لمين؟ للمسلمين. هو ده اسمه دفع ايه؟ الزكاه. يبقى هم قبائل، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات ارتدوا عن الإسلام ورفضوا دفع الزكاة. ماشي؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي منهم اللي ادعى النبوة وقال إن أنا نبي، يعني رفض الإسلام وارتد عن الإسلام وقال إن أنا نبي. زي مين؟ زي عمنا الحاج مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يصلحه. طيب ماشي. لما نقول هنا أرسل أبو بكر الصديق عدة جيوش لمحاربة المرتدين، ليه بقى أبو بكر الصديق طلع جيوش من المسلمين وراحوا يحاربوا المرتدين اللي هم ارتدوا عن الإسلام؟ لما يقول لي ما النتائج المترتبة على ذلك، يعني ما النتائج؟ يعني إيه اللي حصل؟ يعني إحنا خلاص عرفنا إن أبو بكر الصديق بعت جيوش عشان يحاربوا مين؟ المرتدين. إيه اللي ترتب على ذلك؟ إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي حصل كالآتي: إن نجحت الجيوش الإسلامية في محاربتهم وعادوا إلى الإسلام. يبقى لما راحوا الجيوش الإسلامية حاربوهم، في منهم عادوا للإسلام وفي منهم اتقتل، يبقى كده ما فيش مرتدين خالص، يبقى المرتدين خلاص ايه؟ انتهوا. طيب ماشي. أنا عايز أعرف بقى جمع القرآن، إيه بقى قصة جمع القرآن؟ إن أمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم، يبقى إحنا استفدنا إيه؟ مين اللي أمر؟ أبو بكر الصديق. أمر مين؟ عشان ده مهم جدا جدا، زيد بن ثابت. زيد إيه؟ ابن ثابت. أمره بإيه؟ بجمع القرآن الكريم. طيب السؤال بقى بما تفسر ليه أمر؟ ليه أبو بكر راح لزيد وقال له أنت مهمتك إن أنت تجمع لي القرآن الكريم؟ يعني تجمع لي القرآن الكريم؟ يعني كل الصور يتجمعوا في مصحف واحد، يتجمعوا في إيه؟ في مصحف واحد. طب إيه السبب؟ قال لك بقى بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب المرتدين. أصل مين اللي كانوا حافظين القرآن؟ اللي هم الصحابة. طب والصحابة كانوا بيروحوا يحاربوا في حروب المرتدين، كان في منهم بيموت؟ في منهم بيموت. ما كانش القرآن مدون، ما كانش مكتوب في مصحف واحد، كانوا بيعتمدوا انه ايه؟ ده حافظ وده حافظ، انت حافظ سورة كذا وانت حافظ سورة كذا. فالمهم بدأ انه ايه؟ زيد بن ثابت عشان بيعرف يكتب راح لم كل الناس اللي هم حافظين القرآن وبدأ انه يكتب ايه؟ القرآن عشان يوصل لينا زي ما احنا شايفينه. طيب الفتوحات الإسلامية إيه بقى اللي حصل فيها؟ اللي حصل فيها إن أرسل أبو بكر الجيوش الإسلامية، أرسلهم فين؟ خارج شبه الجزيرة العربية. راحوا خارج شبه الجزيرة، يعني شبه الجزيرة العربية اللي هي الدول العربية. تمام؟ شبه الجزيرة العربية اللي هي زي السعودية والجماعة دولت يعني. تمام؟ فبالتالي الجيوش بقى راحت لبلاد إيه؟ أوروبا وبلاد الغرب. يبقى دولت ايه؟ اسمهم خارج شبه الجزيرة العربية. بما تفسر ايه السبب؟ لنشر الاسلام وتأمين حدود الدولة الاسلامية. يبقى اول حاجة الجيوش الاسلامية راحت لبلاد اوروبا والاماكن دي عشان الناس دولت ما كانش يعرفوا اي حاجة عن الاسلام وعشان يأمن الحدود الاسلامية. طيب طبعا توفى
عمر عذرا توفى أبو بكر في عمر 63 عام، زي برضه من النبي صلى الله عليه وسلم توفى في 63 عام. تمام، يلا بينا. الخليفة عمر ابن الخطاب قال لك تولى خلافة المسلمين من 13 هجريا ل 23 هجريا، يعني حوالي ايه 10 سنين. واللي مش مركز معايا يبدأ يركز معايا، احنا بنتكلم على مين؟ على عمر ابن الخطاب. على مين؟ على عمر ابن الخطاب. طب اهم بقى اعمال عمر، عمل حاجتين او ثلاثه: وضع التقويم الهجري، واستكمل الفتوحات الاسلاميه، وانشا الدواوين. برافو عليكم. طب وضع التقويم الهجري يعني ايه؟ معنى التقويم الهجري، التقويم الهجري اللي هو من اول سنه في التقويم الهجري، من يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه، يبقى ده اول سنه، ثاني سنه، ثالث سنه، لحد ما وصلنا لسنه 1400 مش عارف وحاجه كده. ماشي. التقويم الهجري يبدا بهجره الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. من مكه الى ايه؟ المدينه. مش احنا نكتبه لك كده على السبوره تاريخ هجري وتاريخ ميلادي؟ التاريخ الميلادي اللي هو اول سنه فيه اللي هو اتولد فيه سيدنا عيسى، التاريخ الهجري اول سنه فيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى ايه؟ الى المدينه. طيب، استكمل الفتوحات الاسلاميه. انا عايزكم بقى تكتبوا لي في التعليقات الفرق ما بين التقويم الهجري والتقويم ايه الميلادي كام سنه، والشاطر بقى هو اللي هيقول لي. استكمل الفتوحات الإسلامية، عمل إيه بقى؟ قال لك فتح بلاد إيه؟ عد بقى معايا، فارس اللي هي إيه؟ إيران حاليا، ماشي؟ وإيه تاني؟ وبلاد العراق معروفة طبعا، وبلاد الشام، وأنتوا بقى اكتبوا له في التعليقات هي أربع دول حاليا دلوقتي، الشام ديت أربع دول، اكتبوا له إيه طبعا في التعليقات هم إيه؟ طيب، وإيه مصر؟ وإيه مصر؟ أنشأ الدواوين، الدواوين اللي هو عامل زي الوزارات دلوقتي، تمام؟ يلا، ديوان ايه؟ ديوان الجند اللي هو مختص بيه بوزارة الدفاع حاليا دلوقتي يعني، وديوان بيت المال اللي هو ايه؟ وزارة المالية، وزارة ايه؟ المالية، تمام؟ يلا بينا. الخليفة عثمان بن عفان، عمل ايه بقى عمنا الحاج خليفة عثمان بن عفان؟ تولى خلافة المسلمين من 23 هجريا إلى 35، يعني كم سنة؟ من 23 ل 33 يبقى كده 10 سنين، من 33 ل 35 يبقى كده 2، يبقى حوالي كم؟ 12 13 سنة، أنتوا بتعرفوا تحسبوا أحسن مني. يلا بينا نكمل بقى. أهم أعمال عثمان ابن عفان، عمل إيه بقى؟ طبعًا كتابة القرآن في مصحف واحد، هتقول لي طب ما هو التاني جمع القرآن، أقول لك الفرق ما بين الاتنين، ماشي؟ يلا، أنشأ أول أسطول بحري، بمين أول؟ أنشأ أول أسطول بحري عثمان بن عفان، وعمل كمان الفتوحات الإسلامية. طيب، كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد، خلي بالك بما تفصل، لازم تفرق ما بين جمع القرآن في مصحف واحد وكتابة القرآن في مصحف واحد. جمع القرآن في مصحف واحد ده مين؟ أبو بكر الصديق. طيب، كتابة القرآن في مصحف واحد ده مين؟ عثمان بن عفان. يعني جمع القرآن في مصحف واحد اللي هو بتاع أبو بكر الصديق، إن القرآن ما كانش مكتوب خالص، فجمع كل الناس وكتبوا في مصحف واحد، اصبح ان كل المسلمين ما عندهمش غير نسخه واحده. طيب، هنا بقى لما جاء في عهد عثمان بن عفان ان دخل الدول ياما الاسلام، فاصبح في كل مكان، يعني مثلا كل مدينه زي مثلا محافظه اسكندريه بقى فيها مصحف، محافظه البحيره بقى فيها مصحف، يبقى في كل مكان اصبح في ايه؟ مصحف في كل ايه؟ مكان. طيب، يقول لي بما تفسر امر عثمان بن عفان بكتابه القران في مصحف واحد، ليه بقى؟ هنقول له لتوحيد قراءه القران الكريم. احنا قلنا ان في دول ياما دخلوا الاسلام وكل دوله لها لهجتها، فبالتالي قراءه القران هتختلف من شخص لشخص ومن منطقه لمنطقه، فبدا ان هو يجمعهم في مصحف واحد عشان كله يتجمع على قراءه واحده، وبالتالي يحافظوا على القران الكريم. انشأ اول اسطول بحري، اسطول يعني ايه؟ يعني مجموعه من المراكب كده في البحر، مجموعه من المراكب في البحر. انت يا حبيبي اللي لسه ما عملتش لايك، انت يا ابني امتى هتعمل لايك؟ يا ابني يا حبيبي اعمل لايك بقى، يا ابني ما تزعلنيش منك وما تخلينيش اغضب، انا لو غضبت هزعلك، وانا لو زعلتك انت مش هتقدر على زعلي. طبعا انت هتقول لي انت منفعل قوي كده، انت ما تقدرش تعمل لنا اي حاجه، ده انت من ورا الشاشه يا باشا. اقول لك كلامك صح، وصالحني بقى واعمل لايك واعمل شير وكومنت وظبط المجال. يلا بينا. أنشأ أول أسطول بحري، مين هو؟ بما تفسر، برضه بما تفسر، أنشأ عثمان بن عفان أول أسطول بحري في الإسلام، احفظها، لما أقول لي أول أسطول أو ما تسمع كلمة أسطول على طول تيجي إيه؟ حاطط له عثمان بن عفان. هنقوله بهدف تأمين، أي حاجة بهدف تأمين، تأمين سواحل مصر والشام. الأسطول البحري يعني خاص بالبحر، يبقى بهدف تأمين سواحل مصر والشام من هجمات الروم، من هجمات إيه؟ الروم. خلي بالكم الروم دولت كانوا قاعدين فين؟ الشام، كانوا قاعدين في الشام اللي هي أربع دول حاليًا دلوقتي، وأنتوا هتقولوا لي في التعليقات هم إيه؟ ماشي؟ يلا.
الفتوحات الإسلامية بما تفسر برضو بما تفسر قام عثمان بالعديد من الفتوحات الإسلامية لعنقوله بهدف تأمين حدود الدولة الإسلامية. أول ما تسمع فتوحات إسلامية حط على طول بهدف تأمين حدود الدولة الإسلامية من غير ما تفكر مين اللي عملها ومين اللي خلاها ومين اللي ودها ومين اللي جابها. أوكيكس أوكيكس يلا بينا يلا. الخليفة علي بن أبي طالب تولى خلافة المسلمين من 35 هجريا إلى 40 هجريا. طبعا ده كان عارف نحسبه أنا حوالي 5 سنين. شفت أنا شاطر إزاي بس أنت أشطر مني. يلا بينا بقى. أهم أعمال علي بن أبي طالب عمل إيه؟ عمنا الحاج علي بن أبي طالب عمل نقل مقر الخلافة وطبعا تنظيم الشرطة. يلا بينا. نقل مقر الخلافة بما تفسر نقل علي مقر الخلافة خلي بالك بقى إلى الكوفة. يبقى نقلها من المدينة إلى الكوفة. المفروض نقلها من المدينة إلى الكوفة في العراق بدلا من المدينة. طبعا يبقى الكوفة دي موجودة فين؟ في العراق. طب العاصمة الأولانية كانت إيه؟ كانت المدينة. فهو خدها من المدينة وودها للكوفة اللي موجودة في العراق. لما يقول لي بما تفسر يعني ليه إيه اللي خلاه يعمل كده؟ لتسهيل الانتقال بين أرجاء الدولة الإسلامية خاصة بعد اتساع. حب إن هو إيه؟ يقرب من كل الناس اللي هم دخلوا الإسلام جديد. تمام يا معلم. ماشي. تنظيم الشرطة ايه اللي حصل بقى في تنظيم الشرطة؟ برضو بما تفسر قام علي بتنظيم الشرطة. اشمعنى نظم الشرطة؟ هنقول للحفاظ هنا على امن وسلامة المواطنين. خلي بالك الشرطة دي داخل الدولة فاحنا بنقوله للحفاظ على امن وسلامة المواطنين. لكن لما نقوله الفتوحات الاسلامية لتأمين حدود لانه خارج الدولة. يعني يعتبر الحروب زي الجيش بيأمن حدود الدولة من الخارج. لكن الشرطة زي الشرطة حاليا دلوقتي بتأمن حدود الدولة من الداخل. يبقى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. يلا بينا. طبعا طبق العدل وخصص يوما للنظر في مظالم الناس. سيدنا علي طبق العدل وخصص يوم طبعا خصص يوما للنظر في طبعا مظالم الناس. كل ايه؟ كل اسبوع بيخصص يوم معين للنظر في مظالم العباد. عين شرطه ماشي لحراسه بيت المال. بيت المال بقى عشان بقى في فلوس ياما فايه خلى عليه ايه ناس حراس بيحموا ايه بيت المال. وعين رئيس للشرطه واطلق عليه صاحب الشرطه. يبقى رئيس الشرطه اللي هو زي وزير ايه الداخليه دلوقتي سماه بايه صاحب الشرطه. وكده يا ولاد نكون قد انتهينا من هذه المراجعه. انا عايزكم ده ما تنسوش به التعليقات الكويسه واللايكات وتصلوا على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. واللي عنده اي سؤال او استفسار يكتبوا لي في التعليقات. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.